هي اليوم في هذا الفضاء الفسيحي تحت هذه القبة الواسعة سعد صدور التونسيين والتونسيات جميعا نلتقي من أجل تونس، تونس التي أحببنا والتي لم نشفى من حبها أبدا. حركة تونس ماذا تنتظر من مثل هذه المبادرة؟ هل هي متفائلة بهذه المبادرة؟ طبعا ولهذا استندناها ونشارك فيها ونلتزم أيضا بقراراتها. أنا أعتقد أن الاستقطاب هو بين مشروعين سياسيين، مشروعين للمجتمع. أعتقد أن الحزب الجمهوري يتموقع في المشروع الوسطي المعتدل الذي يجمع المسار، الذي يجمع نادي تونس، الذي يجمع كثير من الأحزاب الوسطية وعديد عديد عديد الجمعيات المواطنية، وطبعا الحزب الجمهوري هذا موقعه الذي كان دائما في عهد الاستبداد، في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي والآن ودائما، لأن ذاك تلك هي وجهة التطور الذي نبغي لتونس. إن نلاحظ أن من يدعو إلى الحوار آسف أنه عندما يدعى هو للحوار يتخلف عن ذلك. ماذا ننتظر؟ ننتظر أولا نقاشا مستفيضا حول أمهات القضايا في هذا الوضع الدقيق، حول تاريخ الانتخابات، حول مختلف المحطات، حول تاريخا أو مدة لكتابة الدستور. طبعا هذا النقاش يفترض توافقا في الأخير، وبعد ذلك توصية للمجلس الوطني التأسيسي، المجال الوحيد الذي له شرعية القرار والمصادقة. نلتقي اليوم وبلادنا تمر بظرفية حرجة وبلحظات حاسمة من تاريخها ما بعد الدكتاتورية، ظرفية تتسم بتحديات داخلية وخارجية ارتفع فيها منسوب الاحتقان إلى درجة لا تطاق، وتراجعت فيها المؤشرات الاقتصادية والمالية إلى حد بات يدر بأسوأ العرق، ظرفية تغى فيها التنافر إلى حد العداء، وهو واقع أصبح يهدد جديا مسار الانتقال الديمقراطي والوئام الوطني الذي قادنا منذ بداية الثورة، وبات يرتهن الاستحقاقات المشروعة التي نال بها شعبنا المنتفض على الفقر والتهميش والاستبداد، ولا يزال ينادي بها وينتفض من أجلها إلى اليوم. لكن قبل الخوض في الموضوع الذي جاءنا من أجله، أرى لزاما علي التأكيد أمام الجميع أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار لا يمكن أن تعوض في شيء وبأي شكل من الأشكال وتحت أي عنوان كان الصورة الدستورية القائمة والتي تبقى وحدها صاحبة القرار ومصدر الشرعي الوحيد في هذه المرحلة الانتقالية. نحن سندنا هذه المبادرة ومشاركين فعليين فيها، ولا نتصور سنقدمه تفصيلا باسم الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية تدخل لهذا المؤتمر برؤية واحدة موحدة حول كل القضايا الأساسية المطروحة، تطلب إيجاد صياغ إيجابية جدية، تطلب طرح المشاكل الحقيقية، تطلب توفير مناخ حقيقي للخروج إيجابي للخروج من هذا الوضع اللي راهو موش أزمة سياسية فقط بل اقتصادية واجتماعية، وضع متوتر في الجهات، حالة احتقان اجتماعي، انسياب للعنف، غياب الحكومة والسلطات العمومية في عديد من الجهات، تنمي الفقر، تنمي البطالة، تنمي التهميش. المبادرة هذه قادرة تنجح لأنه الناس اللي غابوا حطوا أنفسهم خارج الحوار وخارج المصلحة العليا للبلاد وخارج منطقة التوافق، وحطوا أنفسهم خارج سياق المسار الثوري وحطوا أنفسهم في سياق الفئوي الضيق. السيد أمين عام للاتحاد العام التونسي للشغل، السيد رئيس المجلس التأسيسي، السيد رئيس الحكومة، حضرات السيدة والسادة ممثلي الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صدق الله العظيم. كرهنا جميعا هذه الأزمة، خاصة وأن الكثير يعتقدون أنها مفتعلة، لكن رب ضارة نافعة، فقد أجبرتنا على الحوار وأظهرت أنه في الأزمات الكبرى تبرز الإرادات الكبرى وتنتفي الحسابات الضيقة، حسابات من بادر أولا ومن استنفع بالمبادرة وما هي أقوى مبادرة.
كلنا نريد تحمل مسؤولياتنا في هذه الفترة الحرجة والمفصلية في تاريخ ثورتنا المجيدة، والبحث عن وفاق وطني يعترف بالشرعية ويدعمها، ولكنه لا يتردد في استعمال كل أنواع الضغط المشروع لتوضيح خريطة الطريق والمحطات الواضحة، ليعلم التونسيين والتونسيات إلى أين نحن ذاهبون. أيها الأخوة والأخوات، إن مبادرة الاتحاد التي نثمرها هي رافد من الروافد العدة، منها النقاشات الثانوية بين كل الأطراف السياسية، والحوارات العديدة والمكثفة التي أجرتها الرئاسة، ومنها الوفاق الذي حصل داخل الترويكا. وها هي مبادرتكم مثل الرافد الهام الذي يصب في نهر واحد، نهر الوفاق الذي سيكون لنا الفضل جميعا في تكوينه. إنه من المهم ألا الآن أن تفضي كل هذه المبادرات إلى موقف موحد، ومن ثم أدعوكم إلى بلورة موقفكم ومقترحاتكم، وأن نضع كل هذه الاقتراحات على الطاولة يوم 18 أكتوبر، هذا اليوم المشبع بذكريات النضال المشترك ضد الاستبداد، لنصوغ التوصية التي ستعرض على المجلس التأسيسي صاحب السلطة الأصلية والشرعية. كل هذا حتى لا نعلن أن يوم 23 أكتوبر سيكون يوم فرحة وطنية لا يوم أزمة وطنية. أيها الأخوة والأخوات، إن الشجرة لا يجب بحال من الأحوال أن تحجب عنا الغابة. إن الدستور والانتخابات والتوافقات السياسية ليست أهدافاً في حد ذاتها، وإنما أدوات سياسية تمكننا من إعطاء هذا الشعب العظيم ما يستحق من استقرار ومن شروط أصيلة للحوكمة الرشيدة. أما الهدف الأعلى فيبقى تلبية حاجيات شعبنا من التنمية والتعليم والصحة والثقافة، وأن نكون جديرين بثورتنا العظيمة وبتضحيات شهدائنا الأبرار. هل ننتظر أن نلقاو المسار الديمقراطي الاجتماعي مع حركة تحرير تونس في الانتخابات القادمة؟ لماذا التحاق بالتحاق؟ نحن مع جبهة واسعة مدنية تشمل أوسع الأطراف، ونحن عندنا مفاوضات متقدمة مع الحزب الجمهوري وعلاقة متميزة، وعندنا يعني لقاءات ومشاورات مع نداء تونس، ونحب نوصل إلى توسيع جبهة مدنية مؤثرة وتكون قادرة على تغيير موازين القوى وجعل التداول على السلطة أمر ممكن. نهارات السيدات والسادة، نلتقي اليوم بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل، هذه المنظمة التي كانت وستظل رقما أساسيا في المعادلات الوطنية لما قدمته منذ تأسيسها من تضحيات، ولإسهامها الفاعل في كل المحطات التاريخية التي عرفتها تونس. وأننا في المجلس الوطني التأسيسي نرحب بهذا الحوار الذي من شأنه أن يسهل وييسر مهمتنا حتى نجد فيه إثراء لأعمالنا وتأكيدا للشرعية التي منحنا إياها الشعب، وهي الشرعية التي تثبتنا بكل تأكيد كسلطة أصلية، ولكنها في نفس الوقت تفرض علينا أن ننصف لشعبنا ولقواه الحية في تنوعها. حضرات السادة والسيدات، لقد كنا نأمل أن يحضر الجميع في هذا اللقاء، لأن التوافق يمر عبر تقديم التنازلات المتبادلة والعودة حين يقتضي الأمر إلى صناديق الاقتراع حتى تعود الكلمة المنفصلة إلى الشعب لاختيار من يراه الأجدر بالتواجد في المؤسسات المنتخبة. ولكن في هذا الحضور المتميز ما يقيم الدليل على أهمية الجهد الذي بذله الاتحاد لتنظيم هذا الحوار، وفي تمسك النخب التونسية التي يمثلها طيف واسع من الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني تشبث هذا الحوار ودعمها لكل مسعى يؤسس للتوافق، لأن الحوار والتوافق
شرطان لنبذ العنف ولنزع فتيل الاحتقان ولحماية المسار الديمقراطي من كل انتكاس. لقد حرصنا وحاولنا جاهدين على أن نبدأ مسارنا السياسي الانتقالي على أساس التوافق، ونحن نأمل أن ندخل المنعرجة الأخيرة لهذا الانتقال ضمن التوافق المتين وعريض يطمئن التونسيين على مستقبل بلادهم ويثبت لثورتنا المباركة وصفها بين الشعوب وفي المحافل الدولية بأنها قاطرة الربيع العربي والنموذج الناجح للانتقال من استبداد إلى الديمقراطية بطريقة حضرية. كما سيمكن المجلس الوطني التأسيسي من خارطة طريق واضحة تجعل السادة أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم تجاه الشعب في تسريع إنجاز أعمالهم في الأجنة. إننا وقد ثمنا بادرة الاتحاد بالدعوة لهذا الحوار الوطني، ننتظر من الاتحاد مزيد التعاون من أجل إرساء مناخ اجتماعي مستقر وإيجابي يساهم في تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح. كما يتأكد الدور الوطني الهام لمؤسساتنا ورقابنا الإعلامية في مزيد الانخراط في هذه المرحلة وقضاياها الأساسية على قواعد المسؤولية والمهنية لإنارة الرأي العام بطبيعة التحديات وتقريب المواطن الانخراطي أكثر في الشأن العام ومساعدته على ترشيد اختيار الانتخابي بما يدعم الحوار الوطني ويعزز الوحدة الوطنية. نجدد لكم تمنياتنا بنجاح أعمالكم وندعوكم لتقديم حصائلها إلى المجلس الوطني التأسيسي رمز الشرعية والسيادة ومركز السلطة لإدراجها في النقاش العام بما يساعد على تسريع إنهاء أشغاله وفتح المجال لتنظيم الانتخابات المقبلة في أقرب وقت وفي أحسن ظروف وتحقيق انتظارات التونسيين في أن تتقدم بلادنا وتتحقق أهداف ثورتنا. وفقتم جميعا بما فيه خير تونس، والسلام عليكم ورحمة الله.